فرضت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي أمس عقوبات على 2 من القادة في قوات الدعم السريع لتسببهم بزعزعة الاستقرار في السودان عبر أعمال العنف والانتهاكات، وتشمل العقوبات حظر السفر وتجميد أرصدة هذين المسؤولين. وهذه هي أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة في الحرب التي اندلعت في إبريل من العام 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ووافقت لجنة العقوبات على السودان على اقتراح أمريكي قدم في نهاية أغسطس بفرض حظر على السفر وتجميد أصول قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد محمد وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله. حذر رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية تقدم عبد الله حمدوك من انزلاق السودان إلى ما هو أسوأ من الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا. وخلال مشاركته في اجتماع مع رؤساء أفارقة وقادة أوروبيين في بروكسل، طلب حمدوك مجددا بفرض حظر الطيران الحربي فوق كل السودان لحماية المدنيين العزل من القصف الجوي بما في ذلك المسيرات. رئيس وزراء السودان السابق أعرب عن تخوفه من أن يتمزق السودان إلى كيانات عديدة تصبح بؤرا جاذبة لجماعات التطرف والإرهاب. وقال حمدوك إن الحرب تسببت في قتل أكثر من 150 ألف سوداني وتشريد 12 مليونا نزوحا ولجوءا وتدمير قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية. وحذر رئيس الوزراء السابق من أن استمرار الأوضاع كما هي عليه الآن سيفاجئ الجميع بأكبر أزمة لجوء لم يشهدها العالم من قبل، وعلى أوروبا الاستعداد من الآن لاستقبال الملايين الذين سيطرقون أبوابها عبر البحر الأبيض المتوسط. وكرر دعوته إلى إنشاء مناطق آمنة ونشر قوات حماية والبدء في عملية إنسانية موسعة عبر دول الجوار ومحاسبة من يعوقون العون الإنساني المنقذ للحياة. إلى ذلك شهدت مدينة الإهلالية شرق ولاية الجزيرة انتهاكات إنسانية عديدة نسبت لقوات الدعم السريع تمارس ضد المدنيين، ما دفع بآلاف السودانيين للنزوح إلى مناطق خارج ولاية الجزيرة هربا من عمليات عنف وسرقة وفق ما أعلنه الجيش السوداني. بالرصاص الحي راح العشرات، حصد أعداد هؤلاء لكن المفقودين كثر. أما الفرار حال فهم هنا شهدوا ما هو عصي عن الوصف، إلا سلوى تمالكت وسردت تفاصيل ما حدث خلال اقتحام قوات للدعم السريع منزلها. مجرد ما جاء دخلوا انتوا قاعدين لنا هنا طلعوا عندكم الليلة بقتل طفلي المعاكي والحاجة الكبيرة سنك ما طلعت الحاجة عندك. عشرة أيام لم يسلم فيها الأهالي هنا في مناطق الهلالية شرق ولاية الجزيرة من انتهاكات منسوبة للدعم السريع. هذا التصعيد جاء بعد إعلان قائد الدعم في الجزيرة أبو عاقلة كيكل انشقاقه وانضمامه للجيش، حادثة قاموا على إثرها وبدافع الانتقام بمداهمة أكثر من 400 قرية ومنطقة بحسب مراصد حقوقية وشهود عيان. قالوا لي انتوا قاعدين لنا ليش؟ من قاعدين ليش؟ واحد تكلم معه ضربه طلقه في كراعه، ثاني ضربه واحد في ايده، ثاني قال لي صفيهم، طوالي شات فيهم طوالي. قتلهم خمسه، نحن في يوم واحد فقدنا خمسه. 135 ألف سوداني نزحوا سيرا إلى ولايات كسلا والقضارف ونهر النيل، أعداد في ازدياد لا محالة. فالانتهاكات المنسوبة للدعم السريع لم تقتصر على شرق ولاية الجزيرة بل تتوسع لتشمل مناطق واقعة في غرب الجزيرة أيضا. وللوقوف عند آخر التطورات لا سيما الميدانية منها من أم درمان ينضم إلينا مراسل حدث زميل نزار البقداوي. أهلا بك نزار معنا إلى هذه الساعة الإخبارية. هل نفهم بأن التدوين ما زال مستمر من حيث أنت في أم درمان في أيضا الخرطوم بحري؟ كيف يمكن وصف الوضع؟
صباح الخير جيزيل. أعادت مرة أخرى عمليات القصف المدفعي للجيش السوداني صوب المناطق التي كان قد انتشر فيها يوم الأمس بعد ساعات من الهدوء. هنا الحديث عن مدينة بحري. الجيش الآن ينفذ عمليات خلال الأيام الماضية ويوم الأمس في المناطق الجنوبية الشرقية لجسر الحلفاي الذي يربط بين مدينتي الخرطوم بحري ومدينة أم درمان. نذكر جيزيل بأن الجيش وصل إلى مدينة بحري يوم 26 من الشهر الماضي أو من شهر أغسطس، مباشرة تمدد في عدد من الأرجاء الجنوبية والشرقية والشمالية لبحري. الآن يوسع الجيش في هذه العمليات ويبدو أنه يمضي وينفذ الخطة التي وضعت من قبل قيادة الجيش. أيضا في منطقة المجرم وهي في منتصف العاصمة الخرطوم، علمنا بأن الجيش أيضا نفذ عمليات نوعية في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم في إطار أيضا العمل العدائي الذي ينفذ من قبل قوات الجيش وقوات المخابرات وقوات العمل الخاص التي ما زالت تحافظ على وجودها وتمركزها في منطقة المجرم. هذا الأمر أيضا جيزيل لا ينفصل بطبيعة الحال عن تطورات عسكرية مستمرة تشهدها مدينة الفاشر غرب البلاد. المدينة شهدت يوم الأمس واحدة من أعنف موجات العمل العسكري بين الجيش والدعم السريع. الجيش أعلن عن سقوط 7 مسيرات تتبع للدعم السريع حاولت أن تستهدف الارتكازات الأمامية للجيش. أيضا تتحدث عن الهلالية، منطقة الهلالية التابعة لولاية الجزيرة نزار. الهلالية ومنطقة البشاقرة ومنطقة تنبول، هذه المناطق تضم عشرات القرى جيزيل. الآن الأوضاع فيها جد معقدة ومأساوية. نتحدث عن منطقة البشاقرة وهي أيضا قريبة من منطقة الهلالية المنكوبة. الآن الآلاف، أكثر من 40,000 مواطن ما زال محاصر في هذه المناطق، يتوزعون في المزارع بالقرب من نهر النيل الأزرق. الآن هم يناشدون، يطالبون المجتمع الدولي بتدخل، يطالبون بإيصال غذاء. هنالك أمراض فتاك الآن تنتشر في منطقتي الهلالية والبشاقرة وتنبول. الحديث عن الكوليرا، الحديث عن الإسهالات المائية، الحديث عن حالات التسمم الغذائي، هذا إلى جانب ما حفظته آلة الدعم السريع العسكرية. لأكثر من 20 راحوا ضحية إطلاق. تم الحديث عن 130 قتيل، يعني هل هذه المحصلة في ازدياد وهل هناك من ينقذ هؤلاء الجرحى؟ حتى الآن وجود لأي تدخل جيزيل طبي، تدخل غذائي، تدخل لجمعيات معنية بهذا الأمر. الأوضاع الآن تمضي نحو التعقيد. من يستطيع أن يتحصل على الغذاء وعلى الدعم الصحي فقط هو من يستطيع أن يتحرك ويجلي نفسه إلى مناطق آمنة قريبة من ولاية الجزيرة. أما المحاصرون في مناطق الهلالية وتنبول والبشاقرة فهم الآن يمرون بأحلك الظروف. لا وجود لأي دعم إنساني، دعم غذائي، دعم طبي، إلى جانب توقف العمليات العسكرية من قبل الجيش الذي لم يصل حتى الآن إلى تخوم المناطق المحاصرة من قبل قوات الدعم السريع. شكرا لك نزار لكل هذه التحديثات وهذه المعلومات التي وفيتنا بها من أم درمان. رافقنا مراسل حدث الزميل نزار البقداوي.